من أطهر بقعة على الكرة الأرضية من مدينة الديانات السماوية، بطل عليكم مشاهدينا بطلة جديدة وحلقة جديدة من برنامجكم رمضان في القدس. عنا العديد من الفقرات اللي رح نستمتع فيها أنا وإنتوا، ونتعرف أكثر على مدينة القدس وأهلها وناسها ومعاناتهم وفرحهم، وكذلك نستمتع بأجواء رمضان. لكن قبل ما نبلش، تعالوا أنا وإنتوا ناخد جولة سريعة، ومن بعد هيك نبلش بأول فقرة معنا لليوم. الدفاع مشاهدينا عن الوطن والأرض، الدين ما إله دخل. أجمل ما في مدينة القدس إنه الأخ المسلم بيكون كتفه بكتف أخوه المسيحي للدفاع عن هاي المدينة المقدسة. أنا وإنتوا هلأ متواجدين في بيت عائلة شاب مسيحي عم بتعاني غيابه. تعالوا أنا وإنتوا نفوت لجوا ونسمع قصته، خليكم معنا. بلشت 24/5/2015 الساعة 2:30 الصبح، سمعت حد بصرخ بالحارة بنادي علي. بابا أنا كنت نايم، صحيت بسمع صوت جون يعني بنادي، ونزلت أركض على الحارة تحت على ساحة الحارة. عنا قوات خاصة وملان ملان يعني جيش وقوات خاصة ومسكين جون وبضربوا فيه عمال. جيت بدي أساعد جون، بدي أوقف معه يعني، بدي أمسك وأشوف وإيش فيه. ما خلوني طبعا، كمان أنا أزوني ضربوني وما كناش عارفين عايش القصة طبعا لسه. إنه أخذوا جون ودخلوا على البيت، هون عنا على البيت قلبوا البيت كله قلب، يعني ما خلوا إشي على حاله بالبيت. وتفتيش عملوا يمكن ساعتين وهن يفتشوا البيت، الأوض كلها فتشوا، أوض البنات، أوض جون، أوض الصالون، أوضتي، كله كان تفتيش. وبعدين اعتقلوني مع جون، أنا أخذوني مع جون على مركز الشرطة بباب الخليل اللي هو الإشلة. طلعنا على الشرطة بالإشلة، ما شفتوش لجون، أنا كان هو قدامي. لما وصلنا الإشلة بطلت أشوفه، ولا يعني ما شفته داخل الإشلة، ما شفته. انحكم 11 سنة وغرامة 20,000 شيكل. احنا اول اشي بنعيد على اخواننا المسلمين بشهر رمضان المبارك، بنقول لهم كل عام وانتم بخير، وينعاد عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة. طبعا انا ابني بفقده بلعب عيد الميلاد، بالعيد الكبير، بالصوم الكبير تبعنا، بشهر المريمة هذا اللي هو شهر 5، بالشهر هذا اللي هو انحبس فيه ابني، هذه السنة الثالثة هو مش معي. جون كطبيعة شخص كتير حنون، فعلا جون كتير حنون وكتير بيساعد. وجود الأخ في البيت غير شكل، يعني بكون بعرفش كيف هيك، بتحس البيت كله يعني بيضحك. فإحنا كتير مشتاقين له يعني، وأنا كتير مشتاقيت له، وأمي وأبوي وخواتي يعني كنا بنتمنى انه يروح لنا عن قريب هو وباقي الاسره. وبحب اقول له انه يدير باله على حاله ويكمل دراسته اهم شيء، وما يقلق علينا، احنا كثير مناح، نتمنى له السلامه. بس معروف انه جون وحداني بين 5 بنات، بين 4 بنات، يعني ما عنديش غيره. جون في كثير من الاشياء اللي جون بحبها انا ما عم بسويها من يوم مره، لأنه كانت فترة اعتقال وصدمة إلي. وصدمني أكثر أنه بالإضراب هذا نزل 17 كيلو ابني. جون مظبوط كان يساعد في زينة عيد الميلاد، في زينة الصيام الكبير عندنا، في زينة رمضان،
فيش عنده مسلم ومسيحي يعني ابني، فيش عنده عنصرية، هاي العنصرية مش موجودة عندي في البيت هون نهائيا، ما بنتعامل بإشي اسمه عنصرية، كلهم نفس الإشي. ف يعني إحنا بسنة الثمانين لما اعتقلت أنا كنا إسلام ومسيحية، لما انحرق الحرم نزلنا إسلام ومسيحية نطفي وننظف ما كان في مسلم ولا مسيحي، كلهم نفس الإشي. وإن شاء الله يا رب كلياتهم بيروحوا بإذن هذا الشهر الفضيل يعني، وكل عام والجميع بخير. أما هلأ مشاهدينا فوصلنا لفقرتنا التاريخية، رح نتعرف أنا وإنتوا على المكان اللي كان جزء من المقدسيين يتزودوا من خلاله بالماء، وكذلك هو المكان اللي تم استهدافه، أول مكان تم استهدافه وبناء أول مستوطنة فيه. تعالوا أنا وإنتوا نروح لضيف حلقتنا نتعرف عليه ونشوف شو المعلومات اللي رح أقدم لنا إياها لليوم، خليكم معنا. حقيقة أن السلطان سليمان القانوني كان قد ترك بصمة كبيرة، بل هو أكثر سلطان في تاريخ مدينة القدس قد قام بالإعمار، وبقيت العمائر التي أنشأها السلطان سليمان القانوني ماثلة حتى يومنا الحالي، ولم يكتفي ببناء سور المدينة المقدسة الذي يظهر كأنه هو الذي منح المدينة المقدسة رمزيتها وهويتها المعمارية، بل ذهب إلى أكثر من ذلك حتى جعل الحياة لها معنى ولها حضارة ولها تاريخ في المدينة المقدسة، لا يقتصر فقط على مساكن يسكن فيها السكان وينامون ويصبحون، وإنما أكثر من ذلك البنية التحتية، والبنية التحتية استوجبت وصول المياه للمدينة المقدسة. ولهذا السبب السلطان سليمان القانوني عمل مطولاً حتى أوصل المياه إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأوصلها للمتوضأ، وأوصلها أيضاً لبرك السلطان. بركة السلطان التي هي مثار حديثنا في هذا اليوم أسماها الأهلون في المدينة المقدسة بجورة العناب، بركة السلطان بمعنى السلطان سليمان القانوني التي أنشأها في تلك الحقبة الزمنية وجعلها تمتلئ بالمياه، تقع على 7 دنومات، وهي قبالة باب الخليل وباب يافا في مكان قريب جدا من القدس القديمة، أي أن المفردات المعمارية التي بناها الأولون ليس بالضرورة داخل أسوار مدينة القدس، بل هي في أيضا محيط المدينة المقدسة، ووفرت للسكان سبل الحياة، ووفرت لهم معنى، يعني عندما توفر لهم المياه وجعلنا من الماء كل شيء حي، أنت توفر لهم معنى الحياة، وبالتالي جاء الأهلون شربوا من هذه المياه، بل وسقوا منها مزارعهم وحيواناتهم، وجاءوا بتجارتهم إلى منطقة باب الخليل حيث كان هناك سوقا للأغنام، وكان بالنسبة لهم بركة السلطان هي مصدر للحياة وللتجارة وللاقتصاد المقدسي. ولهذا السبب نستطيع أن نقول أن منطقة جورة العناب ومنطقة بركة السلطان كانت تقع في دائرة الأهمية بالدرجة الأولى في الجهة الغربية من القدس القديمة، ولهذا السبب هذه المنطقة استهدفت استهدافا خاصا بعد الحرب العالمية الأولى، بعد الحرب العالمية الثانية أيضا، وعندما جرى تقسيم مدينة القدس عام 1948 بين القوات الأردنية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقعت جورة العناب بركة السلطان في منطقة ما يسمى خط الهدنة، خط وقف إطلاق النار، فبقيت مجمدة على ما هي عليه لـ19 عاما. بعد 19 عام أصبحت هذه المنطقة يعني مخصصة للتهويد بالدرجة الأولى، استهدفت بالتهويد، فوضع فيها مسرحا خارجيا مخالف في شكله ومظهره وحتى في مضمونه، مخالف تماما للتاريخ لهذه المدينة التي تتكلم اللغة العربية والإسلامية في أدق مفرداتها. لهذا السبب نحن نقول بأن عملية التهويد جرت لجورة العناب بالكامل في 7 دنومات بعناصر وافدة وعناصر غريبة لا يمكن التصديق بها ولا يمكن قبولها على الإطلاق، لأنها وافدة ولأنها غريبة ولأنها مواد بناء حديثة هي غريبة على مدينة القدس. Thank you.
ومن العناصر التهويدية التي غزت جورة السلطان أو بركة السلطان مستوطنة هي الأولى على الإطلاق في منطقة القدس القديمة، بناها المليونير البريطاني ميشيل مونتيفيوري، وبناها كقلاع وجعلها لليهود دون غيرهم. وهذه المستوطنة بناها ميشيل مونتيفيوري، وفيما بعد بنى فيها مروحة يعني المعروفة بالطحونة، ودفن ووضعت كرسيه أمام هذه الطحونة، ولا زال هناك حجرا تذكاريا يخلد ذكرى هذا المستعمر الذي غزا مدينة القدس والذي بنى فيها أول مستوطنة في منطقة جورة السلطان. أما هلأ مشاهدينا فصار موعدنا لحتى نروح نتثقف في ديننا أكثر ونتعرف على موعظة دينية جديدة. تعالوا أنا وإنتوا نروح لضيف حلقتنا ونشوف شو الموعظة الدينية اللي مجهز لنا إياها لليوم. من رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده أنه يفتح باب التوبة، وبخاصة في شهر رمضان المبارك، فحينما يدخل شهر رمضان فإن أبواب الجنة تفتح وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، تصفد الشياطين يعني تسلسل الشياطين. هذه فرصة للصائم أن يأخذ الثواب العظيم، فرصة لمن كان عاصيا في حياته أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فرصة للصائم أن يكسب الثواب أعظم وأعظم ما دام الشياطين مصفضة، بمعنى أنه لا مجال للشيطان أي تأثير على الصائم. وأن التوبة كما هو معروف لها درجات وشروط، ما تعرف بالتوبة النصوح. التوبة النصوح لها شروط. الشرط الأول في التوبة النصوح هو أن يقلع الشخص المرتكب المعصية عن هذه المعاصي. إن كان مثلا على سبيل المثال يلعب القمار، عليه أن يقلع عنها، أن يتركها. والشرط الآخر أن يندم على ما كان أن يقوم به من معاصي ومن سيئات. والشرط الثالث أن لا يعود إليها مرة أخرى. والشرط الرابع إذا كان هناك حقوق للعباد، حقوق للناس، عليه أن يردها. افترض اعترض أو أخذ من أرض غيره، فهذه التوبة النصوح لا تكتمل إلا إذا أعاد الحقوق إلى أصحابه. فهذه الشروط لابد من توافرها، ما تعرف بالتوبة النصوح. وباب التوبة كما قلنا مفتوح في كل أيام السنة، ولكن في رمضان ميسرة التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب الجنة ويغلق أبواب النار ويصفد الشياطين. فهذه فرصة للمسلم بأن يفتح بابا مع الله سبحانه وتعالى، وأن يفتح ملفا جديدا صافيا من الآثام، بأن الله يغفر له ويمسح الذنوب السابقة. حتى أن الذي كان غير مسلم وأسلم، فالمعروف أن الإسلام يجب ما قبله، يعني يقطع ما قبله، فلا يحاسب المسلم، لا يحاسب الشخص الذي أسلم، لا يحاسب على أعماله السابقة الذي كان يقوم بها أثناء كفره. فباب التوبة مفتوح لغير المسلم في أن يعلن إسلامه، وباب التوبة مفتوح للمسلم في ابتعاده عن المعاصي وعن الكبائر.
نعم. أما هلأ مشاهدينا فصار الوقت لحتى نسمع صوت زوارنا وأهلنا في مدينة القدس، شو رسالتهم إلنا لليوم وفي هذا الشهر الفضيل. تعالوا أنا وإنتوا نكمل جولتنا ونسمع شو رح يخبرونا لليوم، خليكم معنا. أول شيء كل عام وانتم بخير، والعالم العربي والعالم الإسلامي بخير إن شاء الله، والله يعيدوا علينا هذا الشهر بالبركة والسلام إن شاء الله. مدينة القدس بتتميز عن العالم كلياته في هذا الشهر لأنه في عنا مسجد الأقصى. مسجد الأقصى هو قمة التميز يعني، وهو قمة الإعلام كاملة، وفي أماكن للتدين لإخواننا النصارى، وفي حائط البراق موجود في اللي هو جزء من الوقف الإسلامي تابع المسجد الأقصى. المدينة هذه متميزة إنه هذه مدينة السلام، مدينة المؤمنين، مدينة اللي بتكلموا مع الله سبحانه وتعالى. فهذا رمضان بيبقى مميز فيها في التدين، في صلاة التراويح، في صلاة الفجر. مدينة القدس طول الليل بتضلها قاعدة، أهل البلد بضلهم قاعدين في الشوارع، بضلهم قاعدين، مش قضية بيع وشراء أو كذا، بضلهم قاعدين في الشوارع لصلاة الفجر وبعد صلاة الفجر وفي النهار كمان. بتتميز هذه المدينة في البركة اللي الله سبحانه وتعالى بارك حولها وحول مسجد الأقصى. بتتميز بأنه العالم الإسلامي كلياته حابب يجي يصلي ركعتين في مسجد الأقصى. هناك حركة مميزة في شهر رمضان في مدينة القدس بالذات، وهذا طبعا بنلمسه من خلال الأزمات اللي بنشوفها بالشوارع، الأسواق، الحركة التجارية النشطة، رغم انه يمكن هاي الحركة بتكون شكليا بتعطي انطباع انه في هناك نشاط كبير، لكن بنعرف احنا الوضع الاقتصادي الصعب لأهلنا في فلسطين وفي القدس بشكل خاص، ممكن انه ما في هناك نشاط تجاري كبير، لكن بنشوف انه في هناك حركة لأهلنا من أبناء فلسطين في القدس بشكل كبير في شهر رمضان. طبعاً بيجوا للصلاة، طبعاً للزيارات، للتسوق، للتجول في القدس والاستمتاع في مدينة القدس، خاصة أنه في ناس كثير بنحرموا من دخول القدس في فترات طويلة، وكثير من الناس على الحواجز كانوا لما يدخلوا يقبلوا تراب القدس والدموع في عينيهم. طبعاً مشاهد كثير مؤثرة بنشوفها في شهر رمضان، خاصة في أيام الجمعة وفي الأيام الأخيرة تحديدا من شهر رمضان. كل شيء طبعا جميل في القدس، إحجارها، أقصاها، هذا طبعا هو الجاذب العالم كله، الجمال فيها في الأقصى، وأهلها طبعا طيبين، طبعا بيستقبلوا ضيوفهم بشكل جيد، فيش اعتداءات طبعا، أي شيء كلنا تحت أمر أهلنا وضيوفنا، كل البيوت المحلات في أهلا وسهلا في الضيوف الكرام في الداخل والخارج. مدينة القدس بحاجة لي يعني أول شيء رزقوا على الله، ما طالبين أنه يجوا يرزقوا هذه أهل البلد، رزقها على الله، ولكن من الناحية السياسية اللي موجودة اللي بنمر فيها، إحنا بحاجة لتواجد ناس مواطنين يجوا من فلسطين، من الخارج،
من الأردن، من جميع أنحاء العالم يجوا يتواجدوا في مدينة القدس هذه، ويجوا يصلوا في مسجد الأقصى، لأنه مسجد الأقصى عماله كل يوم عن يوم بروح منه. البلدة القديمة عمالها بتفضى، وهذا كلياته ترتيب لتهجير أهل البلد بعدة طرق وعدة سياسات. فإحنا بنطلب من العالم الإسلامي أنه كل واحد بيقدر يمكن متمكن أنه ينزل لمسجد الأقصى يجي يصلي فيه، يتفضل يجي يصلي فيه. رسالتنا لكل أقطار الأمة العربية والإسلامية في الوطن والشتات والداخل والخارج إنهم يشرفونا ويشوفوا ويشاركونا فرحتنا في القدس المحتل. هذا مغتصب، القدس يعني بحاجة لأهله، بحاجة لتواجد إسلامي مكثف كمان مش بس برمضان. ندعوهم للمشاركة في جميع الأيام وجميع المناسبات الشعبية ومساندة أسرانا، طبعا مساندة في القدس نعملها مكان اتحاد لجميع الأسرى والتضامن للأهالي طبعا في القدس العربية إن شاء الله. هناك حركة مميزة في شهر رمضان في مدينة القدس بالذات، وهذا طبعا نلمسه من خلال الأزمات اللي بنشوفها بالشوارع، الأسواق، الحركة التجارية النشطة، رغم أنه يمكن هاي الحركة بتكون شكليا بتعطي انطباع أنه في هناك نشاط كبير، لكن نعرف إحنا الوضع الاقتصادي الصعب لأهلنا في فلسطين وفي القدس بشكل خاص، ممكن أنه ما في هناك نشاط تجاري كبير، لكن بنشوف أنه في هناك حركة لأهلنا من أبناء فلسطين في القدس بشكل كبير في شهر رمضان. طبعاً بيجوا للصلاة، طبعاً للزيارات، للتسوق، للتجول في القدس والاستمتاع في مدينة القدس، خاصة أنه في ناس كثير بنحرموا من دخول القدس في فترات طويلة، وكثير من الناس على الحواجز كانوا لما يدخلوا يقبلوا تراب القدس والدموع في عينيهم. طبعا مشاهد كثير مؤثرة بنشوفها في شهر رمضان، خاصة في أيام الجمع وفي الأيام الأخيرة تحديدا من شهر رمضان. في يعني بيسووا هون الأكلات الزاكية كلياتها، بتعرفي رمضان مميز عن عندنا الحمص، عندنا الكعك، وعندنا هذه الأكلات العادية، عندنا الحلويات، عندنا بجميع أنواع الحلويات، عندنا القطايف، عندنا المشروبات، التمر الهندي، الليمون والخروب والعصير جميع أنواعها، كليات هذا بشغل يدوي بيعزلوا عن المشتريات الكولا والعصير العادي، بيصيروا يشتروا العصير اللي هو من التراث اللي هو زي التمر الهندي والخروب، الليمون، الكذا، كل شيء طبيعي. مشاهدينا، بعد هذا المشوار الطويل المليء بالمعلومات التاريخية، بعد ما تعرفنا على مدينتنا أكثر، تثقفنا في ديننا، كذلك سمعنا أهلنا وناسنا في مدينة القدس، سمعنا حكاياهم وقصصهم المختلفة الموجعة منها والمفرحة منها، وكذلك شفنا الناس اللي بالشارع اللي مبسوطين وفرحانين بزيارتهم لمدينة القدس وبأجواء رمضان. ما أقدر أقول لكم إنه إحنا وصلنا لنهاية مشوارنا، على أمل اللقاء فيكم بحلقة جديدة ومشوار جديد من برنامجكم رمضان في القدس.